محمد حمدان يونس تماما بالنيجر كمدرب للمنتخب النيجري. هذه المرة مع الجمعية السنوية بدايته كانت جيدة بتحقيق لبعض النقاط الهامة، لكن بعد ذلك تراجع فريق الجمعية السنوية الثلاث نقاط او الخروج من تتحول فقط لفريق المغرب التطواني. 13 دقيقة الاولى فقط، فريق واحد هو من يلعب وهو من يصنع اللعب في هذه المباراة، فيما هناك فريق آخر يسعى لتأمين خطوطه الدفاعية ويؤمن فقط بالضمان البقاء والتواجد في المراكز الآمنة. الفخوري السعيدي لكوفي كوتوبي، كوفي توبي خطيرة جدا، يعني هنا سوء تغطية دفاعية من جانب مدافعي المغرب التطواني. كانوا يظنون جميعا على أن كوفي كوتوبي كان متسلل، لكن حدث العكس والكرة لم تستغل بشكل أفضل. هنا الكرة لفريق الجمعية السنوية، كوفي توبي الهدف الثاني، الهدف الثاني كما ذكرت الجمعية السنوية كان هذا في تحقيق الانتصارات. هذا كوفي توبي مع هشام العمر، وكوفي توبي ومن يقوم بعكس هذه الهجمة بشكل ممتاز للجمعية السنوية، يوسف سفيان السفياني لهشام العمراني للحارس محمد بسترا لتنتهي هذه الهجمة. تاريخ لاعبيها السابقين وتاريخ المدينة وتاريخ النادي، توهجهم ومسار حضورهم في مجموعة من البطولات. هنا كوفي توبي، كوفي توبي هجمة الفريق وحده، الشباني لوحده، الكوفي توبي، كوفي توبي تسديد لاعبي لتسجيل هدف ثالث من رجل نفس اللاعب، اللاعب المميز من افريقيا الوسطى، لاعب موهوب اكيد اولي كوفي كانتوبي. هذه اتجاه كوفي توبي، يعني دفاع مهلهل. هذه كرة القدم الوطنية كما كان الحال في سنوات ماضية. وزيادة على هذا ملي كنقولوا إدارة التقنية راه كنقولوا مصطفى كنقولوا بدو ضرب محاولة حتى الآن لفائدة الفريق السري. أي وقت لحقاش فارق السري كيما قلت ما عنده ما يخسر، غادي ندافع باش ماشي اللاعب كوفي. محاولة لفائدة فريق الجمعية السلوية، فريق الجمعية يكون خطير، وترة أخرى يصبح فريق الوداد هو صاحب المبادرة وتماس القدم، وأنه بصير قال على أنه في الوقت اللي كان مع المنتخب الوطني المغربي في التشوب فريق الجمعية السلوية تمريرة ذكية، يعني جاء اللاعب كوفي ولكن نادر المغري كان في المكان المناسب وصد هذه المحاولة. الركنية محاولة لفائدة فريق الوداد، مستوى محدد لا يرتفع صفر لمثله في مقابلة خطأ في الإبعاد. محاولة لصالح فريق السلوي، متألقين في خط وسط ميدان فريق الزموري. كوفي كانتوبي وأول زاوية في جوناتان بو بالبكري، والكرة حمدان الآن توغل ممتاز، محاولة وضغط الآن، كرة أمامية الآن